نشاطات ما بتخلص بلبنان على طول، في نشاطات متنوعه، اشياء تقليديه كلاسيكيه واشياء جديده وغريبه. اللبناني على طول بيخترع امور جديده خاصه للاولاد لحتى يتسلوا فيها ويتعلموا فيها من الطبيعه. نيو سكيتس كانوا عده مرات ضيوفنا، حكينا كمان عده مرات عن زيارات للمواقع الاثريه والدينيه مع الكبار ومع الصغار لمناطق لبنانيه ولنشاطات رياضيه. اليوم تحديدا رح نحكي عن كويات دو شامبينيون او قطف الفطر، وضيفتنا هي نور فرح حداد. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. اول مره بسمع فيها الكويات دو شامبينيون بلبنان. هلا اكيد صايره بس انا ما سامع فيها. يعني مزبوط، بلبنان مع انه نحن بلد يعني فيه كثير طبيعه حلوه وفيه كثير غابات وكان هلا في خفوا شوي بس عم يجربوا الجمعيات يزيدوها ويشجروا الجمعيات والمحميات عم بيجربوا يرجعوا يعيدوا النظر على اهميه الطبيعه والبيئه اكيد. ونحن اصلا من يعني عن جد كل لبناني لازم يوعى اهميه الطبيعه والبيئه اللي عنده اياها ويحافظ عليها. هلا نحن بلبنان يعني من زمان وبنعرف انه في كثير فطر بكل المناطق اللبنانيه بالغابات وبكل المناطق، يعني نحن منه يعني فينا نلاقي فطر على علو كثير عالي وعلو كثير واطي كمان. مش انه محصور بمنطقه معينه، يعني حتى المحميات العاليين عندهم كمان، بس اكيد حسب كمان المواسم. يعني هو بهالوقت بالذات بيكون في شامبينيون اكثر من غير اوقات بعد الشتاء؟ مزبوط، هو قبل كمان بفتره الخريف. يعني اول ما تبلش الشتاء كيف بالذات بس كمان يعني بعد اول شتاء هيدي كمان شغله مهضومه، يعني كنا حابين نعملها كمان معنا بس كده بعد ما عملناها بركه بالمستقبل نعملها نروح نلقط بالذات الطبيعه. هي كمان الفطر بيطلع كمان على رطوبه اكثر شيء وقت الشتاء بقى. كل هالاشياء يعني بنلاقيهم بالطبيعه اول يعني ما تبلش الرطوبه تكتر بالغابات وقت يكون في شتاء كثير اول الخريف، وبعدين كمان كل الشتاء بنضلنا نلاقي فطر بس اكثر على علو الواطي لانه على العالي اكيد مثل ما بتعرفوا بيكون في ثلج وهيك اكيد ما بيعيش الفطر بالبرد كثير. وين بيطلعوا نور؟ بيطلعوا تحت الشجر؟ مزبوط، هن اكثر شيء بيطلعوا محل ما في شجريات يعني مثل السنديان مثل السنوبر بيطلع تحتهم يعني. وكثير اوقات يعني يعني الحلو بلبنان انه بنلاقي اكثر من 100 يعني مثلا بس بمحميه اهدن وقت عملوا دراسات كمان صغيره بالمحميات في اكثر من 300 صنف. واو. لقوا من الشامبينيون. مزبوط، هلا في يعني 100 الاصناف بنلاقيهم بغاباتنا. ونحن حتى هديك السنه عملنا اول مره مع الاولاد عملنا طافي شامبينيون، كانت عن جد مبادره كثير حلوه كثير حبوها الاولاد. بركي هلا كمان فينا نشوف كمان صور شوي عن هالنشاط. شفنا كيف انه عن جد من كل الالوان من كل الاشكال، بس اكيد لازم شغله كثير نلفت النظر عليها انه في فطر خطر، يعني في فطر ما منه شو بيقولوا فينينو بالعربي يعني بخطر يعني ما بيسوى حتى اذا دقرناه فيكون مسم. مسم. طب كيف تعملوا لحتى الاولاد ما يقربوا على الشامبينيون؟ هلا نحن كان عندنا جبنا حدا اختصاصي معنا بيفهم بالشامبينيون، انا ماني اختصاصيه، انا كل شيء بيتعلق بالبيئه وبالطبيعه يعني كثير بهمني وبتعلم اكثر يوم بعد يوم عن الطبيعه، بس جبنا نحن حدا اختصاصي معنا كانت عامله فيش عن الشامبينيون كل نوع وهيك، في انواع كثير هين الواحد اكثر شيء بيسموه البولي. والبولي نوع كثير كبير وكثير بينطبخ بشكل هين، بنلاقيه نحن من زمان كمان بتضيع جدودنا كانوا كثير يطبخوا بالشامبينيون، اليوم بنشوف اقل كثير يعني بطل هيدا الشيء كثير عم نشوفه بالضيع يعني بطل عم بيطبخوا بالشامبينيون. بركي صاروا بيخافوا الشامبينيون المسم من الشامبينيون المنيح. مزبوط، هو مزبوط انه هيدي الشغله كثير مهمه نلفت النظر عليها انه في اذا الناس حابين تروح تزور هالغابات وتشوف الشامبينيون بلا حدا اختصاصي لازم اكثر انا بالنسبه يعني نصيحه انه يتاملوا يشوفوا جمال لانه الشامبينيون كثير حلو، في منهم كثير صغار في منهم كثير كبار مثل ما قلنا في كثير اشكال مختلفه في الوان مختلفه. عن جد نحن حتى يعني بهالشقفه الغابه الصغيره اللي زرناها الاولاد اكتشفوا انواع يعني
يعني تقريبا نحن بس بالرحله اللي عملناها كان في اكثر من 10 انواع شامبينيو. بقى العيال اللي حابين كمان مع اولادهم اذا عندهم مناسبه يعني يروحوا على غابات او على مناطق فيها شامبينيو، او حتى اوقات بالجنينه عندكم بالجبل او بالضيعه بيطلع شامبينيو اوقات ونطلع انه شو هيدي. ما فينا نعرف 100% اذا مسم او مش مسم غير ما حدا اكيد يعني احسن ما ناخذ ريسك انه نقطفهم الا اذا في عندنا حدا بيفهم فيهم. اي منطقه بتروحوا نور لحتى تعملوا هالقطاف؟ نحن هلا عم نروح على منطقه المتل حد بمنطقه حد برمانه فيها سنوبر كثير وبيطلع يعني بهالوقت خصوصا بيطلع كثير فيها شامبينيون. وبالفعل يعني من هيدي يعني هدف النشاط كمان اللي هو هدف من نشاطات نيوس كيدز اللي هو نوعي الاولاد على اهميه الطبيعه، على غنى الطبيعه، شو فيها تعطينا هالطبيعه من عن جد من ثروه، وكمان بشكل انه فينا نحن نستفيد من الطبيعه يعني كمان يعني ناكل من الطبيعه اوقات بلا كمان ما ناذي الطبيعه. مش غلط الواحد يقطف شامبينيون بس لازم يعني مثل ما مش بركة بينحكى هلا كثير عن الصيد وعن الاذى الصيد وهيك في الصيد اذا بينعمل عشوائيا بيأذي الطبيعة أكيد. بس اذا بيتنظم وفي طرق يعني في انواع عصافير بتقوس وما انه نفس الشيء مع كل شيء بالطبيعه. الازهار كمان اوقات انه في كثير ناس انه كثير انه بدهم يحافظوا على الطبيعه انه فينا نقطف الزهور بس بشكل كمان بدون ما ناذي كمان بدون ما ناذي الطبيعه. يعني عاده كم ولد بكون معك بهالكويت وشامبينيون؟ هو يعني العدد نحن بنشاطاتنا بيختلف كثير من تقريبا من 20 في يطلع لل 40 ولد يعني. وبتعمليها مره وحده نهار واحد بتعملي هيك نشاط؟ نحن هيدا النشاط ايه يعني نحن بنيوس كيدز اذا بتتذكر حكينا شوي كل نشاطاتنا كثير مختلفه. يعني مثلا نحن اليوم هلا انا رح اترك البلاتو وعندنا نحن صارتي مع نيوس كيدز عاملين نشاط اجتماعي لانه انا كثير بهمني نوعي الاولاد على كل المسائل اللي هو شو؟ البيئيه والاجتماعيه. رايحين على مطاعم المحبه اللي هن موجودين بلبنان من عشرات السنين وهن كل يوم بيقدموا اكل مجاني لاكثر من 100 شخص، يعني في بلبنان تقريبا 26 مطعم محبه ونحن رايحين على تبع النبعه نعمل نشاط مع الاولاد. يعني رح نعمل معهم اليوم لانه بكره عيد الغطاس مثل ما بتعرفوا بعيد الغطاس بيعملوا الجالات دي غوا بقصوا الجالات دي غوا. نحن رح نروح نقدم لهم جاتويات للاولاد يزينون مثل ما هن حابين، رح ناخذ لهم كل شيء انواع تزيين للجاتو ونتشارك معهم النشاط ونعطيهم كادويات يعني كمان للاولاد اللي ما عندهم امكانيات. اولادنا يعني مهم كمان نوعي اولادنا على اهميه الولد الاخر اللي ما عنده اهميه العطاء. هذا الشيء بيبسطه اكثر من انه يعني يكون عم يعمل شيء اكتيفيتي له لحاله خاصه فيه. بس امتى رح تعملوا؟ نحن هلا انا رح اترك البلاتو ونروح يعني عندنا موعدنا. هذا بالنسبه لعيد الغطاس. بالنسبه للقطاف الشامبينيون جمعه الجاي رح يصير من الساعه 10 نحن بنلتقى بسنه يعني الجمعه يعني نهار الجمعه نهار السبت نهار السبت اوكي نهار السبت ب 12 الشهر رح يكون قطاف الشامبينيون. نحن كل نشاطاتنا بننطلق من سن الفيل بيكون كل مره الموعد يعني حسب النشاط لانه نحن بنعمل اوقات نص نهار اوقات نهار كامل. هيدا النشاط نص نهار يعني بس بيكون قبل الظهر بنلتقى الساعه 10 وبيكون للوحده ونص النشاط. بنطلع كمان باص على المنطقه اللي بدنا نزورها وبيكون في كمان طف شامبينيون مع توعيه عن كل شيء انواع شامبينيون بالجبل وبالحرش. اللي بده تفاصيل اكثر نور شو بيقدر يعمل؟ عندنا ويب سايت اللي هو www.neoslb.com وفي كمان فيسبوك جروب كمان الناس اللي بتحب نيوس كيدز على الفيسبوك. وكل مدعو هو نشاطات يعني كل مدعو يشترك فيه اكيد صغار وكبار وكلها نشاطات مفيده مثقفه مسليه ومنا مكلفه لكل هالولاد والكبار. بعد البريك رح نكون مع رندا بي بالانس. خليكم معنا.